مش نازلين يوم 20. محبو الرئيس السيسي يتصدون للجان الإرهاب ويتصدرون الترند، كما يلتقي بسيدة مسنة أثناء جولة تفقدية ويلبي طلبها بالعلاج. هذا ترند شو، وأنا معكم رشا نصر. ضربة جديدة وعنيفة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الإخوان بتصدر هاشتاج مش نازلين يوم 20 على موقع تويتر، ليتصدر الهاشتاج الترند لعدة ساعات، حيث يردون بقوة وحسم على الحسابات المزيفة واللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت أن تحرض البعض للنزول والتظاهر والتخريب، ولكن جميع محاولاتهم وكالعادة باءت بالفشل الذريع، فكانت هذه أبرز التغريدات. وكانت في الساعات الماضية قد انطلق أيضا هاشتاج السيسي مكمل بأمر الشعب، حيث تداول رواد تويتر إنجازات الرئيس السيسي مشفوعا بصور للمشروعات القومية التي تم افتتاحها بالفترة الأخيرة، مطالبين منه الاستمرار في حكم البلاد ومتابعة تحقيق الإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم على أرض الواقع. فلنتابع بعض هذه التغريدات. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجها جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية. وتوجه شباب من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة الذين تحدثوا خلال مقطع الفيديو قائلين لها: من بعد ما قابلت الرئيس السيسي ووجه إننا نجيلك ونحقق لك اللي انت عاوزاه، هنروح للمستشفى دلوقتي ومش هنسيبك غير لما نطمن عليكي. لترد السيدة عليهم بالدعاء للرئيس السيسي قائلة: ربنا يفرحه بولاده، نده لي وقال هاتوا الست اللي معدية، ربنا يستركم ويحميكم، مش هنعرف نزغرط، قلبنا مكسور طول عمرنا في الشقة. وأضافت السيدة المسنة في الفيديو الثاني عقب وصولها للمستشفى التالي: شكرا يا سيادة الرئيس، ودابونا وودونا المستشفى، ونشكرك كثير كثير يا سيادة الرئيس، وبارك لك في عيالك وخليك ويحميكم ونديكم وكفكم شر أولاد الحرام، وريحونا ودابونا المستشفى وعقونا مبلغ ووقفوا معايا ليل لغاية ما قادر نايمة على السرير. شكرا يا سيادة الرئيس، ربنا يخليك وينديك.